السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ميزة إن أنا أقدر أوصل بشكل جميل جدا في الماجيكات جوه الريفت. ماجيكات دايفنج هقول له درينج كونكشن، فهبدأ أختار البلان فيكتشر وبعد أختار البايب، فهو يبدأ يديني الحلول اللي موجودة وطريقة الكونكشن اللي موجودة، فتقدر تختار أي واحد فيهم أنت عايزها. فلو جيت كده هتلاقي ان هو مديك التوصيله اهي، تقدر تختار شكل التوصيله اللي انت عايزها والفيرتيكال البو انجل عايزها بقد ايه، السلوب قد ايه، كل المواصفات اللي انت عايزها توصل ازاي بالمين بايب. كل ما تمسك حاجه يبدا ان هو يوريك هيبقى الحل موجود ازاي بالشكل ده. والبرانش انجل قد ايه وهكذا، فهتقول له اوكي، تبدا التوصيله تظهر عندك بالشكل دوت، وتقدر تعمل سيلكت لاي واحده فيهم في ثواني. طبعا هو يجيب لك اخر حاجه انت اخترتها، فتروح قايل له اوكي فيوصل لك التوصيلات زي ما انت عايز. دي ميزه الماجيك كات، ان هو في تولز كتيره بتسهل لك الشغل وبتضيف قوه للشغل بتاعك. يعني على سبيل المثال ممكن تستخدم هنا ادوات مثلا خاصه بال السبورت والهانجر، تقدر ان انت تعمل سيلكت تقول له انا عايز اعمل هانجر مثلا او سبورت للبايب، فيبدا يركب لك السبورت سواء بتعلم اللي انت عايزه وتقول له فينيش، فيبدا يقول لك اختار بقى المواصفات اللي انت عايزها، فبيديك مكتبه كامله تقدر تختار زي ما انت عايز. وهنا السبورت وين الكروس، فيبدأ يعمل لك مثلا سبورتين.